معيل لستة أفراد وهو معاق، لم يجد غير الرصيف ملاذا ومكانا يقتات من خلاله عن طريق بيع البنزين. المواطن فؤاد بمساعدة ابنه يكسب لقمة عيشه دون مد يد الاستجداء، ولكن البلدية حسب ما يؤكد أنها لا تدعه وتلاحقه وتهدده بذريعة تجاوزه على الرصيف. أنا متجاوز على الرصيف، رحت هناك مشيلين هناك حطوني هنا، أنت متجاوز على الرصيف، وأنا روحي عيشتي على البنزينات يعني، وأنا ما أقدر أشتغل، شغل ما أقدر أشتغل، أنا معوق، عيشتي على البنزين، الله وكيلك. يومية شاليني البلدية تعال شيل منا وتحول هنا، وأنا عيشتي على البنزين ويعني مفروض اللقمة من ورا البنزين، وراتب الرعاية ما يكفي، وأنا يعني عندي إحنا عائلة ست نفرات. أبو مصطفى المصاب بضعف الأعصاب ما أعاق حركته بشكل طبيعي. ولده مصطفى البالغ من العمر 13 عاما يعاني نفس العلة، لذا فقد تأمل معالجة ابنه والسعي لإنقاذه بدلا من منعه البيع في هذا المكان. حالة ابني مصطفى مثل حالتي، فأتمنى تعالجوا المصطفى، مو تحاربوني على البنزينات ويوم يمشي البوكان. أتمنى عندكم تعالجوا المصطفى. لا سبيل لعيشه غير الرصيف، والرصيف تهديد مستمر من قبل المعنيين، فما هو سبيل العيش لمثل حال فؤادي وابنه؟ ما صلاح الدين فراس الحسني، قناة التغيير.